أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: حملات استباقية لتأمين احتفالات رأس السنة. ولن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. شرعت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني في تأمين احتفالات السنة الميلادية 2023 بشكل استباقي من خلال الرفع من وتيرة الحملات الأمنية بكافة الحواضر وضواحيها والمناطق شبه الحضرية، فضلا عن الرفع من أعداد السدود الأمنية المنصوبة بداخل ومخارج المدن. وعلى بعد أيام قليلة من دخول السنة الميلادية الجديدة، شهدت مختلف ولايات الأمن ومقرات الأمن الجهوي والإقليمي اجتماعات متكررة أنصبت على مناقشة الوضع الأمني بكل مدينة على حدة، فضلا عن وضع خطط أمنية ترتكز على تكثيف الحملات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني سواء بالأحياء الشعبية أو الأحياء الراقية، بالإضافة إلى تأمين الفضاءات التي يتردد عليها العديد من المواطنين خلال هذه المناسبة. كنت مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.